جيال جاب تلغون، أحكي ألغاز وحكايات، كلامك يفتح لعقول والغازك حكمة ومعلومات، من المستقبل جاء مرسول وعلمنا بزاف حاجات. أنا الإمبراطور منصور كاتب كل البقالات، ما يخفى عني مسطور، مارق بكل العفسات، جاوا عندي من كل برور، اتحديتهم والخاسر مات. وين راهي لونجا بنت الغول؟ اتخبرني بالأحجيات. مولاي أنا الأميرة لونجا، عندي بزاف حكايات، جيتك من عصر النهضة، علم ونور واختراعات. التلفزيون؟ وشنو هذا؟ التليفون. ايباد ومعاه التابلت. يلا وش عندك تقول؟ انا الامبراطور منصور، عندي كل الاجابات. هي لونجا بنت الغول ودارت عليك اليامات. الإمبراطور منصور أذكى الأذكياء عبر العصور، الكل الألغاز يلقى الحلول، يتحدى كل الناس وكان دايما عنده ما يقول. الحق الأخبار اللونجة بنت الغول، أميرة الكلام المعسول ومولاة الحكمة والرأي المعقول، وجات من المستقبل للتحدي للمصير المجهول. مولاي لونجا جابت لنا واحد الهدايا من المستقبل، وعجيبة غريبة. كيفاش جابت لنا النون هذه؟ غير حذفها، هذه واحدة جابت لي ليا أنا، أنت ما كان ما دخلك. جابت لنا الإمبراطورة بدر البدور. مرحبا. تفضلي يا أجمل إمبراطورة عبر كل العصور. أسمع، أمشي. مولاي نقدم لك الأميرة نور زمان، أذكى ذكية إسطنبول، جات خصوصا باش تعاوننا نلقاو حلول لألغاز لونجا بنت الغول. جميل، مرحبا بك. مرحبا بأهل إسطنبول. الأميرة لونجا بنت الغول. سلام يا حضرة الإمبراطور. سلام. فضلي. الله يزيد فضلك. أهلا وسهلا بك لونجا. مرحبا. مرحبا بك لونجا. الله يسلمك. حضرة الإمبراطور، إن شاء الله عجبتك الهدايا اللي جبتها لك من المستقبل. معلوم. تشكرات لونجا، تشوك جزال. بصحتكم. كاين غير أنا اللي ما جبتي لي والو يا لونجا، وقيلا نسيتيني. وش بك حكيم الزمن؟ ماشي تفهمنا تجي معايا المستقبل ونهدي لك كاع واش راك حاب. تعيشي لي وما تموتيش. انت هايل. احكموني، حكمتني الدوخه راح تغشى، احكموني. هيا خلاص هيا. انا لقيتها. شنو؟ نروح نلبس الحوايج اللي جبتيهم لي من المستقبل، هكذا باش نقدر نجاوب على جميع الألغاز ديالك. عندك الحق. ملا يلا اليوم لازم نغلبك إن شاء الله على بركة الله. وين رايح انت؟ تقعد هنا. تعيش لي إسطنبول. على بالي بلي يعجبك الحال بزاف تما. انا كي نكون معاك يعجبني وين ما نروح. تعيشوا لي وما تموتوليش. هاك الزمان. الإمبراطور منصور. مولاي يا
نونجا. خرجوا عليا الحوايج اللي جبتيهم لي. راك حطه يا حضره الامبراطور. حضره امبراطور راك بزاف بزاف جزال. جزال عجبتني هذه جزال. شنو هذا اللبسه اللي راك لابسها؟ الهيبه تاعك كاع راحت على بالك. لونجا الا تلبسي لي هكذا في المستقبل انا ما نجيش معاك. لازم هيا خلاص هيا مستقبل. لونجا انا اليوم راني مستعد. اعطينا واش عندك جديد. اي باين يا حضره الامبراطور بلي راك مستعد. اليوم 30 يوم ما عطيتنيش الحلول. نتمنى تلقاها بصح ما شكيتش. اسمع مليح وركز. هو نهار يتعاود من عام لعام، نفرح إذا هلالو بان. يوم معروف هو أحسن الأيام، نتلاقى أصحاب وخلان، نتسامح من غير ملام، نفرح أصحاب وجيران. هذا هو مسك الختام، وموعدنا العام الجاي. مولاي وقيل لقيتها. هاي نهار يتعاود من عام لعام، هذا ما يكون غير نهار عرسك يا مولاي. هيا هيا جبناها جبناها. لا 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 تاني كل خطره. لا لا هاك غير تخلط مولاي. انا هذه لونجا ما قدرتلهاش. قول ما نقول لها حاجه قول لي لا 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 خلاص انا نروح. خليها لكم يا مولاي خلاص. قول الله خير خلاص خلاص. حكم زمان. هو نهار يتعاود من عام لعام، نفرقوا كهلالو يبان. يوم معروف هو احسن الايام، نتلاقوا فوزير رمضان 2016 تضرب لكم موعدا مع المفاجآت. هدايا كثيرة في انتظاركم يوميا. تلفزيونات، مكيفات هواء، هواتف نقالة، ورحلات سياحية. والمفاجأة الكبرى سيارة في سحب يوم العيد من إهداء الشروق تي في. شارك وبعد برسالة قصيرة على الرقم 66028 من جميع متعاملي الهاتف النقال، وارسل CH1 للاقتراح الأول أو CH2 للاقتراح الثاني. حظ سعيد للجميع. سحر بنكم. ركز وفكر، ركز وفكر بالك تفرح، افهم واشرح وراجع المعلومات، شارك والعب امرح وفرح، تقدر تربح تقدر تربح اذا صبت الاجابات.